عندنا كذا ملف نتكلم فيه. هنبدأ يمكن ببعض التقارير اللي كانت عندنا في الانترو. رجوع أحمد بيكم طبعا مدافع النادي الأهلي، وكان بيلعب في وادي دجلة سنتين، وكان طبعا مع المنتخب الأولمبي. شايف رجوعه للنادي الأهلي ودوره السنة اللي جاية مع النادي الأهلي؟ ده خطوة يعني كانت متوقعة، يعني اللي هي الطيور المهاجرة. طيور المهاجرة بالظبط. تبص على بيكهام، يعني شوف مين اللي اطلق عليه اللقب. هو في الناشئين في النادي الاهلي خدنا كده فتره مع نيدفيد وبيكهام ومجموعه من الاسماء وتريزيجيه كل الكلام ده فتره كابتن بدر رجب. في كابتن بدر رجب طبعا من الحاجات دي، اللي يعني في مدربين بتبقى ايه، بتشوف بتبص كده بتشوف حاجه في بتشوف حاجه في اللاعب بتاعه، فبيقرب له الحاجه عشان يديله دافع معنوي ان هو يبقى ايه حاجه قريبه يعني في المنافسه. عودته كانت عوده منطقيه في ظل انك انت انتهاك سياسه في انك انت تجيب ابنك، ما دام نضج ووصل بالصوره هيكون افضل لك. يعني ايه انت يعني خطوه انك انت كمان رجعت مثلا خمسه كمان من المعارين، ها خلي بالك ده بيديك ايه الدافع، لانه خلاص هو حافظ السيستم، مش محتاج انك انت تربيه وتعوده ويعيش معاك الجو، خلاص هو اتولد هنا. لكن طلع بره خد خبرات صحيح كان في الصالح، نتيجتها ما كسبش منها الاهلي فقط، ده لسه الاهلي ما شافش حاجه، اللي كسب المنتخبات يعني المنتخب الاولمبي سواء المنتخب الاول، فيهم ناس اتطورت وهي بقى لهم فرص، ده شيء مميز. يعني دي خطوه مميزه ان خلاص انك انت ايه، لو رجعنا بفتره كبيره جدا ما كانش الكلام ده موجود. يعني ايه كويس انه ادالك فرصه، كان ممكن يجي انت مثلا اتحاد الكوره احلى لك مسابقه فكل الفرقه كلها تمشي ما تعرفش حاجه، كله بقى فجاه تلقى ناس انت كنت مربيه وصارف عليها تلاقيها قدامك مش عارف تعمل ايه معاها. يعني خلاص بتضطر تمشي حتى مجبر، انت مجبر على القرار بالظبط. بيكهام اتمنى طبعا لاعب، انا شايفه لاعب جوكر ما بيلعبش، ده يلعب اصلا نص ملعب واصلا يلعب لك باك رايت واصلا يلعب لك مساك، فانت كده وفرت ثلاث اماكن في ايه، في لاعب كمان عنده طموح وصراره من كلامه ان هو رجع بيته بعد طول المشوار ده كله. خطوه كويسه، خطوه مهمه جدا انك انت تبدا تعتمد على اولادك اللي هم المفروض اولى بيك في المرحله دي، بعيدا عن مساله ده ابن النادي وحته النادي اللي احنا بنقول، لكن في ايه مش 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 واحد عمل لقطه فهنمسح التاريخ ونقول لك لا، في ناس عندها اخلاص، في ناس عندها وفاء، وفي ناس عندها عارفه قيمه التيشيرت النادي الاهلي عامل ازاي بالنسبه لها وطموحها عامل ايه. في ناس مش كل حاجه بالنسبه لها الفلوس، الفلوس يعني عندي ناس كتير اللي هي كل حاجه، لكن في ناس لا عندها مقدار من التوازن النفسي والعقلي بيخلي برضو عندها ايه، لا ده انا وسط عيلتي وسط اسرتي وبيتي ممكن يبقى معايا حاجه، لكن ايه عايش كده مرتاح نفسيا ومطمن وسط الكلام. فعوده احمد بيك خطوه كويسه، اتمنى ان شاء الله يكون عوده موفقه، يكون هو كمان نفسه عنده طموح ان هو لازم يثبت نفسه، يروح عنده تواجده في المنتخب الاولمبي مديله دافع بيأهله ان هو يروح المنتخب الاول، وجوده في النادي الاهلي هيبقى فيه منافسه كبيره جدا، لازم هو متوقع كده مع الموجودين ومع الناس اللي جايه. ده شيء ده لا شيء انه ده شك انه ده شيء كويس جدا.